طيب، تتحدث المصادر الإعلامية وتشير إلى أنه اثنين من المصريين تسببان في سقوط عدد من هؤلاء الجواسيس بعد أن وجدت المخابرات التركية بأنهما يستهدفان هذين المصريين بالمراقبة، بماذا تعلق؟ لم أعرف بالتحديد أسماء المصريين أو اسمي المصريين، ولكن لم تشر المخابرات التركية إلى أسمائهما. صحيح، ولم تشر المخابرات التركية إلى أسمائهما ولكن هذا دليل، هذا يحسب لمصلحة الاستخبارات التركية ونجاح الاستخبارات التركية وتفوق الاستخبارات التركية بالمناسبة على الموساد الصهيوني، ليس بداخل تركيا فقط، بداخل تركيا وحتى في الشمال، شمال غرب سوريا وشرق الفرات. صحيح. طيب دكتور علي، هل تعتقد بأن التقارب التركي العربي في الآونة الأخيرة سيعود بالنفع على الدولة التركية؟ ونحن نتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أسبوعين من الآن. قبل هذه الزيارة طبعا تم الحديث عن استثمارات ضخمة إماراتية مع تركيا في مجال الغاز، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، تقريبا في جميع المجالات، وهذا سيعود بالأثر الكبير على تركيا طبعا، وأيضا ستستفيد كثيرا الإمارات من الخبرات التركية في مجال الغاز، في مجال النفط، في مجال الصناعات، وهذا شيء يحسب لتركيا وللذكاء السياسي التركي.